هيتم معرض الزهور في دورته 91. المعرض هيكون في دورته 91 داخل المتحف الزراعي بالدقي. احنا لتفاصيل اكتر هيكون معانا على الهاتف مهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة البساتين ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض. صباح الخير يا فندم. صباح النور عليكي وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني احنا عايزين حضرتك تدينا فكرة عن المعرض واهم الحاجات اللي هتتم فيه. الحقيقة معرض الزهور نسخته 91 بيأتي تتويجا للجهود اللي بتبذلها وزارة الزراعة على مدار عام كامل في من خلال المنتجين الزراعيين المهتمين بنباتات الزينة باعتبارها نباتات تصديرية هامة، وأيضا نباتات تجميلية تضفي البهجة والسرور على النفس. ومن ثم وزارة الزراعة بتدعم كل مزارعي والعاملين بهذا القطاع، ثم يأتي العرس تتويجا لهذا الجهد، ويكون هذا العرس هو معرض الزهور الذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا. هذا العام في نسخته 91 يقام على أرض المعارض في المتحف الزراعي. نجد عندنا أكثر من 200 شركة ومنتج بيعرضوا منتجاتهم. المنتجات بتكون بأسعار متناول لدى الجميع، تبدأ من 5 جنيه و10 جنيه. وهناك نباتات نادرة ونباتات أعمارها كبيرة ومعمول عليها شغل عالي جدا، فبتكون أسعارها مرتفعة إلى حد ما. لدينا مبادرة خير مزارعنا الأهالينا اللي يتبناها معالي وزير الزراعة الأستاذ السيد القصير. تقام هذه المبادرة جنبا الى جنب مع معرض الزهور، يتم اتاحه كل السلع الغذائيه صحيح. والمنتجات الغذائيه لاطفال. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا منورنا يا فندم. في صباح مين؟ صباح الفل. صباح يعني خير. المنظر من الصور حاجه مشرفه جدا، ويعني انا شايف ان ده حدث كبير جدا ان احنا يكون عندنا النباتات بالجمال ده ومعرض كبير وحاجه بتقول اسعار رمزيه، يعني فرصه لان كل واحد يقتني حاجه زي كده حتى تبقى في بيته او في البلكونه حاجه راقيه. وحاجه بتقول كمان المعرض ده كمان ال91، يعني كانت قبل كده في معارض كبيره. ايه اللي بيقدمه المعرض السنه دي مختلف عن كل مره؟ المعرض السنه دي هو تم يعني بيعتبره معرض للجمال ومعرض للرقي والفكر والابداع. تم يعني صياغه سيناريو سكريبت كامل وضعت فيه كل عناصر اللوحه الفنيه اللي حضرتك بتشوفها، نوع النبات ايه، يتحط فين، الاضاءه تبقى شكلها ايه، ايه علاقته بالجار، علاقته بالمساحه اللي خلفه. فتعمل بلان عباره عن سيناريو متكامل حتى تخرج هذه اللوحه اللي حضرتك بنشكرك انك تشكرنا عليها. يعني الجديد هذا العام ان احنا فتحنا الجمعيات الخيريه ومؤسسات المجتمع المدني ان احنا نوفر لهم المساحات اللي محتاجينها. اتحنا لجمعيه الصداقه المصريه السودانيه انها تشترك معانا. الجديد هذا العام ان هناك مبادره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ترمى زارعنا الاهالينا اللي بيرعاها الحقيقه، بيقدم لها كل الدعم معالي وزير الزراعه الاستاذ السيد القصير، بتوفر كل السلع الغذائيه هذا العام لكل المواطنين باسعار اقل من مثيلتها في السوق ب 30% تقريبا. يعني هناك الجديد والجديد هذا العام. يعني مش عايز اطول على حضرتك، لكن عايز اقول لحضرتك ان الزياره للمعرض تجعل رؤيه مختلفه من شخص الى اخر يتحدث عنه. ولذلك نحن يعني نطلق شعار هذا العام انه الشعب يستحق منا كل هذا الجهد، والدوله تستطيع ان تقدم الكثير والكثير لاجل اسعاد المواطن المصري. باشمهندس، يعني من خلال كلام حضرتك ومن فعاليات المعرض هيتم التعريف بكل بقى حاجه موجوده في المعرض يعني للناس، هيكون في معلومات عن كل حاجه موجوده؟ بالفعل زي ما حضرتك تفضلتي، لدينا إدارة العلاقات العامة والإعلام لها جناح في المعرض عشان تقدم كل الدعم الإعلامي والتوعوي للسادة رواد المعرض. لدينا الإدارة العامة للثقافة الزراعية بتتيح كافة الكتب والمجلات
والكتيبات ممكن تكون داعم للمبتدئ والمزارع الصغير، وايضا للمهتمين بمجال الزراعه سواء طالب او باحث او مهندس. فلدينا كلا الامرين، الثقافه الزراعيه من خلال الكتب والمجلات، وايضا الاعلام من خلال تقديم الوعي والارشاد للساده رواد المعرض. صحيح. باشمهندس، عايز اعرف من حضرتك مده المعرض هتكون قد ايه؟ ويا ترى الدخول الرسوم بتبقى كام؟ الحقيقه معرض مده المعرض شهر كامل، شهر. من 18 مايو ل 18 يونيو. تذكره الدخول 10 جنيه. لدينا اعفاءات للعديد من الفئات، يعني ذوي الهمم، و تخفيض 50% لطلبة المدارس والجامعات، مؤسسات المجتمع المدني، قدام المحاربين. لدينا، نحن كوزارة خدمية لا نهدف إلى الربح بقدر تحقيق الهدف الأسمى، وهو خلق نوع من الوعي الثقافي لدي العدد الأكبر من الناس تجاه البيئة، تجاه أنه البلد بدون اللون الأخضر والألوان الزاهية تتعرض لكارثة. التغيرات المناخية عاصفة تطحن العالم جميعا، فاحنا محتاجين نزرع بقدر الإمكان ونزكي داخل الطفل المصري أهمية الزراعة وضروريتها. ومن ثم كان هناك جناح داخل المعرض لتعليم الأطفال الزراعة وتعليمهم كيفية الحفاظ عليها. باشمهندس، يعني من خلال كلام حضرتك، انا مثلا كمزارع صغير لسه مثلا عايز ابدا مشروع، ممكن ان انا من خلال المعرض ان انا اخد مثلا معلومات ويعني اشتري الحاجات اللي انا عايزها وابدا مشروعي؟ طبعا، تأتي الكتاب في التخصص اللي انت عايز تبدأ بيه، هتلاقي المهندس اللي يرشدك، هتلاقي مستلزمات الانتاج اللي انت محتاجاها، بذره واسمده وكاوي، هتلاقي هناك كمان. ايضا لدينا فريق من المهندسين المختصين من الإدارة المركزية للتصميم والمحاصيل الزراعية موجودين داخل المعرض، علشان الحاجات اللي زي حضرتك بتقوليها، حد عايز يزرع بلكونته، حد عايز يبدأ يزرع مشروع، يعمل مشروع زراعي صغير، حد عايز يعمل مشروع منحل. في هناك مهندسين وظيفتهم تقديم الدعم الفني لكل والحقيقة دي وظيفة وزارة الزراعة. نحن في الأساس وزارة إرشادية توعوية نهدف إلى خدمة القطاع الزراعي. صحيح. باشمهندس، احنا بنشكركم جدا. طبعا الصور اللي معروضه يعني جميله جدا، وانا عارف كمان ان الصور بتظلم الحقيقه، وبدعي كل الناس اللي تروح تتفرج تكون عندها ثقافه، تكون عندها يعني فكر ومعرفه. احنا دلوقتي ماشيين نحو عالم اكثر اخضرارا، وعايزين كمان لو ينفع احنا كمان نيجي نشارك بكاميرا ميسات، ونكون موجودين في المعرض ونشوف الحاجه على الطبيعه ونستمتع بالمعرض. انتظاركم طبعا، وتشرفونا في اي وقت، ده شرف لنا. بنشكر حضرتك جدا يا باشمهندس. شكرا. مهندس محمود عطا، وكيل لوزارة الزراعة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك.